اهلا وسهلا بمازدا ويك. انا وزميلي توني اليوم رح نفرجيكم اوف ما بتصدق اوف اسمه give me five. شو يعني give me five توني مع مازدا ويك؟ give me five هو الاوفر اللي ضارب هيدي الجمعه انا شايفه، لانه من وقت ما بلشنا الحلقه من يومين عم نصير في عنا اقبال كثير على الشورومات. هو 5 سنين تقسيط 0.99% فايده على 5 سنين، 5 سنين unlimited mileage warranty، على عم نحكي open mileage على 5 سنين، في عنا free road assistance كمان على 5 سنين، insurance من ضمن التقسيط على البنك على 5 سنين كمان، تصليح بالشركة من ضمن جراجاتنا وبشرفنا نحن على 5 سنين، وفي عنا كمان النقطة المهمة هي اللي free maintenance اللي بعدنا ما عم نحكي عنها لتالت حلقة، لنترك زبوناتنا ينزلوا لعنا على شوروم ويشوفوا المازدا ويشوفوا أوفراتا اللي ما بتمرق بال5 سنين إلا مرة واحدة. دائماً عم يعرفوا إنه نحن بس نعمل أوفر عم بيكون أوفر دقيق وفي مصداقية، يعني خليه يتفضلوا على شاورومات عنا ويستفيدوا من العرض ونحن ناطرينهم. أنت بفهموا اليوم إنه على 5 سنين واحد ما بيدفع شيء إلا قسط الشهري. قسط الشهري هيدا هي. أكيد مع مازدا ما بتتخرب، ما بتفوت على جراج، يعني ما عنده إلا بس القسط. والأوف هيدا على أي موديلات؟ على الموديلات القديمة ولا 2014؟ كل شيء موديل 2014 عنا، نحن موديلاتنا صاروا كلهم تقريباً بشلط العرض كله 2014. يعني السي إكس 9 موديل 2014 عنا لليوم هون مع كودو ديزاين. هيدا النوفيل الفيس ليفتد يعني عم نحكي. بجنن. هيدا اللي عم بتقسيطه 750 دولار بالشهر إذا دفعنا 40% دفعة أولى مع الإف بالون اللي هي 1000 دولار سنوية اللي حكينا فيها قبل. وإذا دفعنا 40% دفعة أولى شو بيصير؟ بدل بدنا أوراق من البنك وبتكر؟ لا ما بدنا أوراق، بتجي دغري الأبروفل بيجي سريع، أكيد ما يكون عليه التزامات الشخص ونحن متكفين نجيب له الأبروفل دغري على السريع. الحلو فيها أنطوني من الوقت نوضح لزبوناتنا نحن 0.99% فايدة. في ناس بتقول يي مش مظبوطة عاملين تريك أو شيء أو بحطوا ستار إنه بلا TVA، نحن أوفراتنا دقيقة بتجي بتاخدها مثل ما نحن عم نعلنها، والأهم من هيك إنه بس تجي تاخد سيارة مثل السي إكس 9 عم توفر مينيموم 10,000 دولار بالفوايد، منا مصحة يعني يجوا جربوها يعملوا حسابات. كيف تعمل حساباتك اليوم وقتها بتكون 0.99 والبنوك عم تعطيك 3.9؟ مظبوط، يعني 3% بالسنة على 5-15% عم توفر بالسيارة، علما إنه الأسيرونس بعدها نفس الشيء مثلنا مثل غيرنا عم نقسطها، يعني عم نعمل أسيرونس هي ذاتها، الفرق إنه بالفايدة، الفايدة بس واطي ذات سيت وفر كل الأحوال. إذا أي شخص بده يستفسر من الموضوع يتصل فينا على صلاتنا 0188-8298. صلاتنا موجودة بكل لبنان، في عندنا 7 صلات بلبنان، من الجنوب للشمال للبقاع بشتورة، مزبوط، بجبل بنهر الموت، وين كمان توني؟ في عندك جل الديب وعندك بأكيد فردان مزبوط وشتورة وصور، هودي هن 7 صلات 8 صلات عرض نحن. مزبوط. هالسي إكس 9 اليوم موديل 2014 شو غيروا فيه؟ غيروا فيه الواجهة أكيد، بعده أكيد ضمن كل شيء أنجن وتفاصيل بعضهم هن ذاتهم، بس ما نلفت نظر إنه هاي السيارة أكثر شيء مطلوبة بالسوق، لأنه بالرينج تبعها اللي هو 7 ركاب والفاميلي كار ما في تحت ما بدنا نحكي اسعار انه نحن هذا ما في تحت ال 100,000 اذا بدك تيجي تشوف، وعم نحكي بسياره يابانيه بامتياز وجارانتي 65 انليميتد مايلج بالمواصفات اللي فيها اللي هي اللوكس، يعني من الجلد لسكس ايرباج لبوز سيستم لوينكرز بالمرايات وجنوطه 20 زانون لايتس فوق لامبس سان روف، انه سمارت كي بتفوت دورها بوش ستارت باتون باور ليفت جير. انت عم تقارن السياره بالسيارات الالمانيه يعني مثل اكيد ما فينا نقارن الا بالالمانيه لانه المازدا عم تشتغل على اللكجري، يعني ما بقى فينا نقارنها بسيارات ارخص. مزبوط. اليوم المازدا عم تشتغل على تكنولوجيا جديده، عم تشتغل على اساس جديد. بحب انه كل شخص عم يسمعنا اليوم يتصل على صالاتنا او يقطع على صالاتنا نعمل تيست درايف، فينا نعمل تيست درايف على السياره عندك. كل سياره ما عندنا اياها موجوده من السريه طبعا من المازدا دول السي اكس 9 بنعمل عليها تيست درايف 100%. اليوم السياره الموجوده عندنا هون ومش بس السيارة، كل السيارات المازدا 2014 موديل 2014 من المازدا 200 دولار بالشهر للسي اكس 9 اللي عم نشوفها هون ورانا للمازدا سيس اللي بعدها طالعه جديد، كلهم فايتين بالاوفر هيدا اللي هو جيت 5 جيف مي 5 يعني 5 سنين واحد يفوت بكل شيء. طيب خبرني شوي اذا بدك تنحي الحلقه نقطه مهمه لك وقت بفوت زبون على الصاله بدك تخبره اياها. انا بس يفوت زبون على الصاله بهمني وفر على جيبه، يعني اهم شغله الزبون اللي فايت بفكر انا الفايت بدي اشتري السياره رخيصه بدي وفر فيها، هاي السياره اللي بوفر فيها بالبنزين بوفر فيها بالفوايد. طيب انا توفر. لكن اليوم بدنا نحكي انه كل الاشخاص يجوا على صالتنا وبدنا نفرجيكم الابلكيشن اللي حضرناها لكم. NB is proud to present Lebanon's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country, located on the map, and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles.
In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The Automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.